خاصيات الشكل المثلثي لعدد عقادي. اذا عندنا مجموعه من الخاصيات غنحاولوا نشتغلوا عليهم من خلال تمرين تطبيقي. اذا نبداو بالخاصيه الاولى، الجداء ديال زد زد بريم، اي الشكل المثلثي ديال زد زد بريم. الا كان عندنا ار ديتا مضروبه في ار بريم ديتا، ديتا بريم كيساوي لنا ار ار بريم، والارغومون كيساوي لنا ديتا زائد ديتا بريم. اذا ناخذ واحد المثال ليكون زد تساوي واحد زائد اي جذر جذر دلتا، الشكل المثلثي ديالو جوج بلا ثلاثة، او زد بريم واحد زائد اي الشكل المثلثي ديالو جذر جوج بلا ثلاثة. اذا غنبداو بالجداء، اذا واحد زائد اي عامل واحد زائد اي جذر ثلاثة. اذا الشكل المثلثي ديال واحد زائد اي هو جذر جوج بي على أربعة مضروبة في الشكل المثلثي ديال واحد زائد اي جذر ثلاثة اللي هو جوج بي على ثلاثة. اذا في القاعدة قلنا غادي نضربو ار في ار بريم، اذا الشكل المثلثي للجداء، دونك كندير الجداء ديال ار في ار بريم يعني الموديل ديال العدد الاول في الموديل ديال الثاني. وبالنسبة للارغومون كنديرو الجمع ديالهم، يعني ديتا زائد ديتا بريم، إذا بي على ثلاثة زائد بي على أربعة. إذا جوج جذر جوج، بي على ثلاثة زائد بي على أربعة، كنوحدو المقامات، المقام واحد هو 12، إذا ثلاثة بي زائد أربعة بي هي سبعة بي. إذن هذا هو الشكل المثلثي ديال هذا الجداء. هذا ندوزو دابا القاعدة الثانية ديال ار ديتا اس ان، إذن هي ار اس ان ان ديتا. إذن عندنا ندوزو المثال الموالي، واحد زائد اي جذر ثلاثة، واحد زائد اي جذر ثلاثة الكل أس ثلاثة. إذا حنا كنعرفو الشكل المثلثي ديال واحد زائد إي جذر ثلاثة حسب المعطيات هو جوج بي على ثلاثة، هادشي كل أس ستة. إذا حسب القاعدة آر أس إن أي جوج أس ستة، و إن ديتا أي ستة بي على ثلاثة. إذا جوج أس ستة، ستة بي على ثلاثة تزال بعدد ثلاثة يبقى لنا جوج بي. هنا خصني ننتبه بأن لاغيومون دائما خصو يكون، إذا لاغيومون واحد دائما خصو ينتمي للمجال ناقص بي بي. إذا جوج بي ما كينتميش للمجال ناقص بي بي، يعني لاغيومون هاد العدد سميه زيد مثلا كيساوينا جوج بي زائد دو كابي. إذن دو كابي يعني بحال لي صفر زائد جوج كا زائد واحد، إلا عملنا بدو بي بي، أي صفر زائد جوج كابريم بي. وبالتالي فهاد العدد هذا غيصبح على الشكل هذا، أي الشكل المثلثي ديالو هي جوج ستة صفر. ندوزو المثال القاعدة الموالية، القاعدة سي اللي كتقول لنا واحد على ار ديتا هي واحد على ار موان ديتا. إذا عندنا واحد على اي جذر ثلاثة، واحد زائد اي جذر ثلاثة، إذا هي واحد على، إذا حسب المعطيات جوج بي على ثلاثة. إذا حسب القاعدة فواحد على جوج بي على ثلاثة غتعطينا هي واحد على جوج ناقص بي على ثلاثة. آخر قاعدة هي ار ديتا على ار بريم ديتا بريم، تساوي لنا ار على ار بريم ناقص
ار ار بريم ديتا ناقص ديتا بريم. اذا المثال الاخير واحد زائد اي، واحد زائد اي على واحد زائد اي جذر ثلاثة. اذا كنعوض واحد زائد اي بالشكل المثلثي ديالو حسب المعطيات، هو جذر بي على اربعة. اذا جذر جوج بي على اربعة، والعدد اللي كاين في المقام الشكل المثلثي ديالو هو جوج بي على ثلاثة. اذا حسب القاعدة الشكل المثلثي ديال هذا الخارج هذا هو جذر جوج على جوج، ولارغيمون كندير الفرق ديال العدد اللي ديال لارغيمون العدد اللي كاين في البسط ناقص لارغيمون ديال العدد اللي كاين في المقام، يعني بي على 4 ناقص بي على 3. اذا جذر جوج على جوج، المقام الموحد هنا هو 12، غير جينا 3 بي ناقص 4 بي اي ناقص بي على 12.